في أيضا طلب للتعقيب من المهندس علاء السقطي ممثل للقطاع غير الرسمي ونائب رئيس اتحاد مستثمري مصر. في أقل من دقيقتين نستأذن حضرتك. مساء الخير. اولا طبعا بشكر دوله رئيس الوزراء على الجلسه دي. انا يمكن وضعي غريب شويه ان انا بمثل القطاع الغير رسمي، لان احنا عندنا الاتحاد بيشمل قطاع غير رسمي وقطاع رسمي، وبمثل اتحاد مستثمري مصر. احنا لينا وجهه نظر ان احنا عندنا فعلا طاقه موجودة، سواء طاقة حقيقية في الفترة اللي فاتت، طرق وغاز وكل الكلام ده، يعني أصبح عندنا ناس وعندنا أراضي وعندنا طاقة وعندنا احتياج. طب احنا واقفين ليه هنا في الحتة دي؟ نظرا لعدم وجود المعلومة، بمعنى لحد النهاردة ما عندناش معلومة محددة واضحة مثلا ما يتم استيراده كمشروعات صغيرة ويمكن تصنيعه. طبعا أنا عايز أقول المشروع الصغير مشروع قليل التكلفة وقليل التكنولوجيا، يعني معنى كده يمكن تاني يوم يشتغل. احنا لحد النهاردة، وده المثل اللي دايما أقوله، ما زلنا بنستورد فرشة السنان، ما زلنا بنستورد البالونة. طيب هل احنا ما نعرفش نعمل بالونة وفرشة السنان؟ مؤكد لا، نعرف نعملهم. إذن النهاردة لما نوضح للشباب ايه هي الأجزاء اللي بيتم استيرادها وبكام وازاي تتعمل، وده موضوع سهل، ونقدر نتعاقد مع اي دولة بتنتج الماكينات سواء بقرض بدل ما يبقى فلوس هيبقى مكن، وتقدر تدي للناس هذا الكلام في يوم وليلة. جموع الشباب دي هتشتغل. احنا عندنا فعلا اكتر، بناء على الحصر، اكتر من 10 مليار دولار بيتم استيرادهم في اجزاء يمكن تصنيعها بمنتهى البساطة. فدي نقطة احنا لحد النهاردة أرى أن لابد من وجود قيمة مضافة للأجزاء. قيمة مضافة معناها أن الحاجة بحولها من جزء لجزء، هو ده هيعالج لي أزمة كبيرة. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، النهاردة حصر الأراضي الصناعية في مصر في أكتر من 50% من الأراضي مرفقة وشاغرة، يعني لم يتم استخدامها. أنا بطالب أن نظرا لأن احنا في ظروف استثنائية فلازم يبقى العلاج غير تقليدي، يبقى الأراضي دي يسمح لأصحابها سواء بتغيير النشاط أو بإضافة نشاط أو باستخدامها للغير. أقدر يبقى عندي بكرة الصبح كمية أراضي صالحة للشغل. أنا عندي أزمة فعلا في الأراضي، أراضي مرفقة، لأن فعلا الترفيق أصبح مكلف جدا وعبء على الدولة. طب إذا كان في أراضي مرفقة، انا النهارده عشان ازود الصادرات واوصل ل 100 مليار محتاج مدن صناعيه قد اللي موجوده، وده شيء صعب جدا ان يتعمل فتره زمنيه قصيره. يبقى لابد من استغلال الاراضي الموجوده حاليا، لابد من وجود اجراءات استثنائيه حتى بالنسبه للاقتصاد الغير رسمي. النهارده في مناطق كامله في مصر اقتصادها غير رسمي وبتنتج اجزاء، والغريب ان هذه الاجزاء بيتم تصديرها عن طريق وسطاء اخرين. طب لازم تقنن وضعها، لازم تقنن وضعها. انا مش ما بقولش النهارده ان يتعمل حاجه غلط. طيب الناس دي هل مسجله؟ لا مش مسجله. هل هي ترغب في التسجيل؟ لا ترغب في التسجيل. طب يبقى لازم الناس دي تتسجل. طبعا اتعمل قانون والضريبه المقطوعه والكلام ده كله. الناس قلقانه، طب بعد ما تخش ايه اللي هيحصل؟ لازم وجود تطمينات واضحة ان فعلا لمدة كذا سنة لن يتم محاسبته. الهدف مش ان تاخد منه 1000 جنيه ضريبة. حوافز لجذب هذا القطاع في القطاع الرسمي للدولة. بنشكر تطمين القطاع، تقنين اوضاعهم ودخولهم، تطمينهم، جعلهم مطمئنين. صحيح. في الحالة دي الوف هيخشوا، وده واقع الامر. لو قلنا الاقتصاد الغير رسمي قد الاقتصاد الرسمي، يبقى انا النهارده هزود، على اقل تقدير الناتج القومي يبقى الضعف. انا طبعا مش راجل سياسات ماليه او نقديه، حضراتكم اساتذتنا في هذا الكلام، بس انا راجل بدات صناعتي في 120 متر
وعرفت يعني ايه الراجل لما بيبدأ صغير وبيشوف سنة بسنة ايه اللي بيحصل. لما رحت استثمر في اثيوبيا، حاكم اثيوبيا اول حاجة قالها لي، قال لي انت هتستورد قد ايه من المنتج؟ قلت له 80%. قال لي السنة الجاية تستورد 60 بس، اللي بعديها كذا. لما جيت اصنع هناك ابواب وشبابيك بناء على طلبهم، جبنا المستوردين. انت بتستورد منين؟ من الصين. طب تعال خد من هنا وحوافزك اهي. وبدأنا، بدأ هو يدينا انا تشجيع عشان انشئ مصانع صغيرة عن طريق الناس. انا اشتغلت في زيروكس ميتشيلدين 6 سنين. استاذ علاء، يمكن الصورة انا فاضل لي 30 ثانية وبس، عشان يعني حق الاخرين في التعقيب ولضيق الوقت مش اكتر. ثانية واحدة، 20 ثانية سريعا. 20 ثانية. اشتغلت في هذه في زيروكس ميتشيلدين 6 سنين. كنت وظيفتي خبير التصنيع المحلي. يعني ازاي النهارده المكنه، وكنا بنشتغل مكنه، يعني ازاي النهارده المكنه تزود التصنيع المحلي بتاعها سنه عن سنه، وكل ما يزيد تاخد حوافز. اذا النهارده عشان نخش في صناعات مغذيه او نخش في تصنيع منتج نهائي، صناعات مغذيه معروف ان صاحب التلاجه هو ده اللي بيجيب الشريط بتاعها، او بيجيب الكمبريسور، او بيجيب السير، يبقى هو اللي هيجيبه، يبقى هو اللي هيخلي واحد تاني يعمله، وهو اللي هيتابع الجودة بتاعته. طب هيعمل كده ليه؟ لازم له حوافز. يبقى ده المنتج النهائي، الناس تعرف بنستورد ايه والمكنة فين. حصل موقف سريع كده، لما اعلنا عن هذا الكلام بدأ مستوردي المكن يجيبوا للشباب مكن، ومع الأسف المكن كان سيء فما اشتغلش وعطل وعمل مشكلة، الشباب جالهم إحباط. فلا بد هنا الدولة بقى، لا المكن ده يجي بسبيكس واضحة متحددة بحيث المكنة تشتغل، ويبقى ده كلام مضمون. قضية إن الجودة في مصر أقل من برة، آسف، إذا كان هي الخامة هي الخامة والمكنة هي المكنة واللي واقف عليها يا دوب بيحط لها جزء، إذا كان احنا بنستورد التو سبيكس. يعني عايز أقول النهاردة تو سبيكس دي تخل السنان، هل نيجي نقدر نقول الجوده المصريه اقل من الصيني ولا اقل من غيرها؟ ده مستحيل، ده مش وارد. دي اول نقطه. تاني نقطه غير الجوده، التسعير. الناس النهارده بتقول ايه؟ اصل بره ارخص، اصل نظريه الكم. نظريه الكم يا ساده لا تنطبق على المشروعات الصغيره. نظريه الكم تنطبق على لما اجي اعمل مصنع كاوتش سيارات، لما اجي اعمل كومبريسور، لما اجي اعمل، انما الصناعه الصغيره هي مكنه واثنين ثلاثه واقفين حواليها، فإذا لا ينطبق عليها نظرية الكم إطلاقا. آسف للإطالة، وأشكر دولة رئيس الوزراء لصبره معايا دايما، يعني ربنا يخليك يا فندم.